في 17 من يوليو عام 1996 أقلعت الرحلة TWA 800 من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى باريس في فرنسا لتقع كارثة. انفجرت الرحلة TWA 800 في الجو وسقطت بعد ذلك في المحيط الأطلسي شرقية لونغ آيلاند. مع وجود أكثر من 700 شاهد على هذه المأساة وعشرات آلاف ساعات العمل من التحقيق، لماذا ما زلنا نتساءل عما حدث بالفعل؟ أيحتمل أنه عند مغادرة TWA 800 الأرض زرع خلل ميكانيكي غير مكتشف بعد بذور تلك الكارثة؟ أم هل كان هناك شيء آخر أكثر رباتا؟ ما رأيته ينفجر في السماء كان عملية عسكرية حتما. هل كانت الرحلة TWA 800 ضحية سوء حساب عسكري؟ أم هل تم تدميرها قصدا على يد شخص أو أشخاص مجهولين في عمل إرهابي سري؟ لماذا حكم ضابط الشرطة المتقاعد الذي أصبح صحفيا مع زوجته مضيفة الطيران السابقة في TWA وأديناه؟ ولماذا تم تحريف شهادات شهود العيان وإخفاؤها وتجاهلها؟ ثمة روايات متعددة لما حدث للرحلة 800، ولا شيء يشبه المكتشفات الرسمية للمباحث الفيدرالية أو مجلس سلامة النقل القومي. سنراجع أحدث الأبحاث المستقلة وتلميحات مفزعة في هذه الحلقة، كونوا معنا. لغز لا يمكن تفسيره، أحجية تتحدى المنطق، جواب مفاجئ وغير متوقع. مواجهة لغز كهذا عن قرب قد تغير حياتك إلى الأبد. وجها لوجه مع أعظم الأحاجي على مر العصور، أعمق ألغاز العالم تمتد إليك وتؤثر على حياتك بطرق لم تتصورها. وقائع غامضة. وقائع غامضة. يعتقد أمريكيون أن الرحلة TWA 800 تم تدميرها قصداً بصاروخ، إما بصاروخ إرهابي أو بصاروخ أطلقته عن طريق الخطأ البحرية الأمريكية. لكن الوكالات الحكومية كالمباحث الفيدرالية ومجلس سلامة النقل القومي تصر على أن الحادث كان نتيجة خلل ميكانيكي في الطائرة. ولكن لماذا ما زلنا نستكشف هذا اللغز أصلاً؟ ألم يجري تحقيق شامل من قبل المباحث الفيدرالية ووكالات أخرى؟ هذه هي المشكلة. يعتقد محققون مستقلون وأفراد عائلات الضحايا أن الأدلة لا تشير إلى خلل ميكانيكي في الطائرة، بل إلى شيء لا تستطيع المصادر الرسمية تحديده أو ترفض ذلك. لماذا فشلت أكثر وكالات التحقيق كفاءة وتمويلا وبعد آلاف ساعات العمل على تفحص الأدلة في إقناع المحققين الخاصين وأفراد عائلات الضحايا وشهود العيان بأن استنتاجاتها صحيحة؟ لم يتقبل العديدون التقرير الرسمي لعدم ارتباطه بشهادات شهود العيان والأدلة المادية أو فيزياء الطيران. في 8:19 مساء أقلعت طائرة بوينغ 747 باسم الرحلة TWA 800 من مطار كينيدي واتجهت شرقا. كانت السماء صافية وتقدمت الطائرة بلا حوادث، ولكن خلال دقائق انفجرت الطائرة وسقط حطامها مع 230 شخصا على متنها في المحيط. من هم الشهود على هذه المأساة وماذا رأوا؟ في الواقع 736 شاهد عيار رأوا معظم الأحداث قبل وأثناء وبعد تحطم TWA 800. بعضهم كان في نقاط استراتيجية. كان دويت برامي على متن الرحلة US 217 المتجهة شمالا إلى رود آيلاند في بروفيدنس. كانت رحلته على ارتفاع 7000 قدم فوق TWA 800. رغم موقعي من الانفجار وهو موقع ذو أفضلية متميزة، فإنه كان ينقصني الخبرة بفهم الموقع الحقيقي النسبي والحركة وغيرهما. أيضا لم يتصل بي أحد ذو خبرة بالطيران.
أعطيت المباحث الفيدرالية رسما يبين سلسلة الأحداث التي رأيتها في السماء تلك الليلة، الشيء الفسفوري الأحمر وشعلة الضوء ووميض الضوء والغيمة على شكل سيجار والانفجار والكتلة النارية التي سقطت في البحر. رأيت انفجارا ثانيا وثالثا وربما رابعا قبل الكتلة النارية. وفقا لمجلس سلامة النقل القومي ومجموعة الشهود، فإنه كان هناك 96 شاهدا رأوا شعلة ضوء ترتقي من السطح باتجاه TWA 800 حتى الرادار التقطها. في 8:31 دقيقة رأى عاملو رادار وكالة الطيران الاتحادية ما حسبوه شيئا اندمج مع TWA 800. تظهر سجلات وكالة الطيران الاتحادية بأنهم أبلغوا بسرعة هذه الظاهرة للسلطات العليا. هل يصف جميع الشهود رؤيتهم صاروخا؟ إذا صح هذا فما مصدره؟ ومن أطلقه ولماذا؟ اقترحت عدة سيناريوهات تشمل فكرة إيران صديقة أو حتى إسقاط قواتنا العسكرية للرحلة TWA 800 خلال سوء حساب غريب. نعرف من مصادر متعددة بحدوث عمليات سرية عسكرية في ذلك المساء شرق ساحل لونج آيلاند على السطح والجو تحت الماء في نفس وقت إقلاع رحلة TWA 800. يحتمل أن الطائرة تدخلت صدفة في سيناريو اعتراض تجريبي ربما شمل مركبات مستهدفة، وفي خلل نادر فإن صاروخ أو صواريخ اعتراض ربما سددت على طائرة مدنية أو اعترضت مسارها وتم ضرب البوينغ 747 بدلا من الهدف الأصلي. وإذا كان هذا ما حدث يخطر لنا مباشرة سؤالان فاضحان: لماذا تجرى تمارين عسكرية ذات خطورة محتملة قرب أحد أكثر المطارات انشغالا في العالم؟ ولماذا كذبت الحكومة على الشعب الأمريكي؟ أي يحتمل أن الجيش اشتبك مع طائرات مدنية سابقا؟ في أي لحظة تمتلئ السماء بطائرات مدنية؟ ولكن أيعني هذا أن يتعقب الجيش ويسدد على طائرة مدنية أثناء تمارينه؟ إذا كان تمرينا عسكريا فقد استجابوا لتحطم الرحلة TWA 800 بتباطؤ، بينما أسرعت عشرات القوارب مختلفة الأشكال والأحجام إلى موقع سقوط الطائرة في المحيط، فإن 30 مركبة أو أكثر التقطها الرادار يبدو أنها أسرعت بعيدا عن موقع التحطم رغم وجود شعلات تضيء 50 قدما من الليل. هذا أمر مثير للشك ويخالف كل القواعد المكتوبة. لا يهم إن كنت صيادا مدنيا أو سفينة حربية أو يخت خاصا سريعا جاء لالتقاط الصور، لقد هربوا من أحد أكبر الكوارث الجوية في التاريخ ولا يجب فعل هذا. كانت هناك مركبة واحدة تحت رحلة TWA 800 عندما انفجرت، وكانت تبعد حوالي 3 أميال بحرية، التقطها رادار إسليب وكانت في الجنوب الشرقي وتسير بسرعة 30 عقدة مبتعدة عن موقع التحطم. كانت مركبة تبعد عن موقع التحطم 2.5 ميل وهي كبيرة ليلتقطها الرادار، وقد رفضت المباحث الفيدرالية تحديد هذه المركبة. تم أخذ حطام الطائرة إلى هنجر تابع للبحرية يسمى كالفرتون بارك في نيويورك، حيث تمت هناك إعادة التجميع. تعتقد السلطات بتهريب قنبلة بشكل ما إلى الطائرة، ولأن هذا سيجعل الأمر جريمة تدخلت المباحث الفيدرالية لترأس التحقيق. كانت المباحث الفيدرالية ومجلس سلامة النقل القومي يسربان إلى الصحافة بأن سبب التحطم هو فشل ميكانيكي داخلي، رغم حقيقة إشارة كل الشهود والأدلة إلى سبب خارجي للكارثة. ديفيد هندريكس مراسل لبريس انتربرايز وهي صحيفة في ريفرسايد في كاليفورنيا نشر مقالا يلمح إلى تورط صاروخ في ذلك التحطم. شيء ما أسقط الرحلة 800 وبدأ بمرحلة التلميحات المظلمة. أهناك عملية تستر تشمل أرفع المسؤولين في أرفع الوكالات الحكومية؟ قال الرقيب كوفلاسكي: لا يمكنك إخباري بأنه شيء غير صاروخ. وقال جيم كالستروم: أنت محقة، ولكن إذا اقتبست عني فسأنكر.
كانت ثلاث مركبات أخرى بين موقع التحطم وشاطئ لونج آيلاند. سألت عنها جيمس كالستروم الذي ترأس تحقيق المباحث الفيدرالية، وأخبرني، وهذا مسجل لدي على شريط، أنها كانت مركبات تابعة للبحرية في مناورة سرية، ونعرف أنها كانت غواصات. تحدثت إلى ضابط في البحرية وأخبرني بأنه كان على متن إحدى هذه الغواصات، وأنه رأى صاروخا ينطلق ورأى الرحلة TWA-800 تهوي، وقد قال إنهم اضطروا إلى أن يغوصوا، وذلك لتجنب التعرض للحطام، لأن الحطام كان قريبا جدا منهم. أم هل يحتمل أن ما حسبه الشهود صاروخا كان في الواقع شيئا آخر؟ ما الذي رآه العقيد فريتز مايرز من مقعد القيادة لطائرة الهوكا المروحية عاليا في الأفق؟ اللغز إذن يزداد غموضا، ابقوا معنا. وقائع غامضة. مع تراكم الأدلة ضد احتمال الخلل الميكانيكي بالطائرة الذي سبب الانفجارات الكارثية التي دمرت الرحلة 800 وقضت على أرواح كثيرة، بدأت نظريات عديدة بالتجسد. بدت بعضها منطقية، بعضها كانت غريبة بالفعل، ولكل منها مؤيدها. بدأ أمر واحد متسقا مع شهادات شهود العيان. شعلة الضوء رآها 96 شاهدا على الأقل تتجه نحو الطائرة، وذلك قبل انفجارها. هل كانت صاروخا؟ أم كما يقترح أحدهم باحتمال 1 بالمليار بأنها كانت نيزكا سقط إلى الغلاف الجوي مصادفة في طريق الرحلة 800؟ رغم كون احتمال مثل هذه الحادثة ضئيلا، فإن إصابة من نيزك أو المرور بقربه كان سيسبب تحطم الرحلة TWA-800. تسقط نيازك بحجم كاف لإسقاط طائرة على الأرض بمعدل مرتين أو ثلاث يوميا، وكلها تقريبا تسقط في مناطق نائية ولا يلاحظها أحد. الدليل على انفجار خزان الوقود المركزي وانشطار الطائرة إلى نصفين مقنع، وما لم يتم تفسيره هو مصدر الاشتعال الذي سبب انفجار الخزان المركزي. إصابة مباشرة من نيزك أو مروره بالقرب منها هو النظرية الوحيدة المتسقة مع بقية الأدلة. تعتقد أستاذة في هارفارد بأن ما سبب الكارثة هو نبض كهرومغناطيسي. نعرف بوجود تمارين عسكرية، وكانت قطع عسكرية عديدة قرب منطقة TWA-800 وهي تحلق على طول الساحل الجنوبي للونغ آيلاند. يمكن لهذه التمارين توليد إشارات كهرومغناطيسية قوية أحاطت بالطائرة وانتقلت عبر تركيبها وتمديداتها. من المحتمل أنها أتلفت أجهزة الطائرة وسببت إشارات ضارة في خزان الوقود المركزي أدت إلى اشتعاله. قد يبدو احتمالا ضئيلا، لكن 8 كوارث عسكرية على الأقل نتجت عن التدخل الكهرومغناطيسي. هذه مجرد بداية للنظريات التي ظهرت حتى الآن، وتوجد نظريات أخرى، مثلا فكرة تهريب قنبلة إلى الطائرة قبل الإقلاع. وهناك أشخاص حتى من بين المحققين يعتقدون أن سقوط الرحلة 800 قد يكون عملا إرهابيا، ولكن هل يقود الدليل إلى هذا؟ وفقا للمباحث الفيدرالية والمخابرات المركزية ومجلس سلامة النقل القومي وكل مصدر رسمي تقريبا، لا يوجد دليل مادي يشير إلى إطلاق صاروخ من أي نوع على الرحلة TWA-800. على ضوء هذا الدليل، تم استبعاد القنبلة أو ضربة صاروخية كمسبب لتحطم الطائرة. سأبين بوضوح أن مجلس السلامة لم يجد أي دليل. هذا أحد الأمور التي يخالفها فكرة عدم وجود دليل مادي، ليست صحيحة. الدليل المادي هو سبب اعتقال جيم واليس ساندرز. جيم ضابط شرطة متقاعد، أصبح كاتبا وصحافيا محققا من خلال زوجته، وهي موظفة طويلة الخدمة في TWA. أصبح مهتما في تحطم TWA-800 وبدأ تحقيقه الخاص ليرى إذا كان بوسعه إيجاد المسبب. ما فعلته الحكومة به وبزوجته أمر لا يصدق، وأنا أعتقد أن هذا هو دليل قوي
على التستر. عين تيري سي تي سي رئيس طياري تي دبليو اي ليرأس تحقيق تي دبليو اي، وشعر بالقلق من حقيقة عدم مشاركة المباحث الفيدرالية بكل الأدلة التي تملكها مع أطراف التحقيق الأخرى. كان قلقا بشكل خاص حول 3 صفوف مقاعد كان يوجد عليها بقايا مائلة إلى الحمرة أعتقد أنها قد تكون دليلا على صاروخ. أخذت المباحث الفيدرالية عينات من المطاط الإسفنجي للمقاعد قبل أشهر ورفضت مشاركة الأطراف الأخرى بمكتشفاتها. حاولت تيري حك بعض البقايا عن المقاعد ولكنه لم يستطع فعل هذا، وشهد في المحكمة بأنه وبكامل إرادته أخذ قطعا صغيرة من المقاعد وسلمها إلى ساندرز الذي وعد بتحليلها. فحص ساندرز البقايا في مختبر في كاليفورنيا وعناصر البقاء وفقا لثيوكول، وهو مصنع صواريخ تتفق مع عادم وقود صلب للصاروخ. رفضت المباحث الفيدرالية هذا وقالت إنه غراء. قابلت فنية المباحث الفيدرالية التي تقاعدت وأخبرتني بأنه طلب منها فحص عينة المقعد وأبلغت بأنه مطاط إسفنجي. قالت إنه لم يطلب منها أبدا حتى فحص البقايا. كان تقرير ساندرز هو مصدر القصة المنشورة في صحيفة بريس انتربرايز في ريفرسايد، ولكن هل كان تحليله دقيقا؟ كان الرد الرسمي على هذا الدليل مفاجئا للجميع. اعتقلت المباحث الفيدرالية جيم ولي ساندرز، وكانت جريمتها هي الاتصال بتيرستيسي لإخباره بأنها وجيم لن يحضرا حفلة عيد ميلاد تي دبليو اي، ولكن لم تكشف وسائل الإعلام الرئيسية أو تعترض على التحرش بصحفي محقق وحتى زوجته. تمت محاكمة جيم وزوجته بجنحة التحريض على إزالة أدلة من موقع تحطم الطائرة. تم الحكم على جيم وزوجته بفترة مراقبة ل4 سنوات وخدمة المجتمع، ورغم جهود الحكومة لسجنهما ألغى القاضي الحكم لاحقا. وماذا عن العينات التي سببت هذه الفوضى كلها؟ في مقال مطول للواشنطن بوست اعترف ويليام توبن خبير المعادن في المباحث الفيدرالية باكتشاف التحقيق لبقايا من متفجرات، واقتبس عن جيم كالستروم المحقق الرئيسي آنذاك في المباحث الفيدرالية قوله: لقد حصلنا على الدليل على وجود قنبلة. ولكن وفقا لتقرير المباحث الفيدرالية الرسمي فإن البقايا هي غراء بسيط يستخدم لإلصاق وسائد المقعد بالإطار. كانت جلسة مجلس سلامة النقل العلنية عام 1997 مهزلة. بناء على طلب المباحث الفيدرالية فإن الشهود الذين رأوا صاروخا يسقط الطائرة لم يسمح لهم بالشهادة. أيحتمل أنه تم استثناء الشهود المدنيين جميعهم قصدا؟ أيحتمل أن الشهود 96 الذين أبلغوا عن رؤية شعلة ضوء تتجه نحو الرحلة 800 مخطئون؟ لتقديم الحكومة نظرية الخلل الميكانيكي كان من الضروري تفسير الضربة المشابهة للصاروخ التي شاهدها 100 شاهد عيان. وقدمت المخابرات المركزية اقتراحا مدهشا، وهو أن الضربة المشابهة للصاروخ هي الطائرة المحترقة نفسها. عندما أعلنت المباحث الفيدرالية انسحابها من التحقيق في نوفمبر عام 98 ظهرت هذه الرسوم المتحركة للمخابرات المركزية بالتلفاز بعرض من جيمس هولستروم محقق المباحث الفيدرالية المسؤول. ستجعلنا المخابرات المركزية نعتقد بأنه عند انفجار المقدمة صعدت الطائرة من 13800 قدم إلى 17000 قدم قبل أن تتدحرج وتتحطم في البحر. الارتقاء الصعودي المحترق هو الشعلة كما يزعمون، ولا تكترثوا لرؤية شهود العيان للشعلة ترتقي عن السطح وليس من ارتفاع 13800 قدم. ربما أرضت الرسوم المتحركة وسائل الإعلام، لكنها أدهشت معظم مجتمع علوم الطيران. كان طياران مؤهلان ينظران مباشرة إلى TWA-800 عندما انفجر خزان الوقود، وكانا يصران على أن الحطام سقط إلى الأسفل وليس للأعلى. عندما انفجرت مقدمة طائرة TWA-800 انتقل مركز الجاذبية إلى مؤخرة مركز الارتقاء، والآن فإن مركز الارتقاء إلى الأعلى سيجعل الطائرة تدور خلال انهيار كامل بأقل من 2 ثواني، وأكثر ما يمكن للطائرة ارتقاؤه هو 100 قدم.
منذ اللحظة الأولى لتعرض الطائرة للضربة بدأت بالسقوط. حدث الانفجار الأول والانفجار الثاني ثم الثالث وربما الرابع، وكانت الكتلة النارية تنحدر ولم ترتقي قط. إنه قانون الحفاظ على الطاقة، بدون زيادة السرعة فإن الشيء المتحرك يبطئ أثناء ارتقائه. هذا مثل ركوب دراجة أعلى التلة، عندما تصل القمة فإنك تبطئ وتستخدم كل قواك، والأمر يشبه TWA-800. تبين بيانات الرادار أنها لم تبطئ، وإذا لم تبطئ الرحلة 800 فإن الشهود لم يروا ارتقاء، بالتالي فإن الشهود قد رأوا شيئا آخر. وما رأي الشهود بالرسوم المتحركة للمخابرات المركزية؟ أنا أسميها كاريكاتير، إنها مضحكة للغاية. حين رأيت الرسوم المتحركة للCIA أول مرة ظننتهم سيختلقون قصة لإرضاء العامة، لأنه يستحيل أن تمثل ما شاهدت. سيكون من المستحيل المبالغة بتقدير أهمية الرسوم المتحركة للمخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية أو مساهمة مايك واير بها. استخدمت شهادة مايك واير لتكوين التسلسل الذي أسس لتستر مقبول. هذا ما قاله مايك واير فعليا. كنت على جسر بيتش لين في لونغ آيلاند ورأيت ما يبدو كأنه ألعاب نارية رخيصة تصعد من الشاطئ وراء بيت ذي سقف مستدير، وواصلت إلى الأعلى باتجاه البحر وتموجت إلى الأعلى والأسفل ومن جهة لأخرى وهي تصعد، وتقوست في الأعلى واختفت ثم انبثقت الكتلة النارية. اعتقادي أنها ألعاب نارية رخيصة جاء لعدم طيرانها مباشرة كألعاب نارية عادية. لم تتحدث CIA حتى لمايك واير، وتوصلوا لاستنتاجهم المفزع بعد مراجعة ملخصات المباحث الفيدرالية. وهذا كله يطرح سؤالا مثيرا، إذا كانت المباحث الفيدرالية ومجلس سلامة النقل القومي مقتنعين بأنه خلل ميكانيكي، فلماذا تدخلت المخابرات المركزية؟ وهذا يطرح أهم سؤال، هل نقترب أكثر من حل لغز سقوط الرحلة TWA-800؟ أنهت المباحث الفيدرالية ومجلس سلامة النقل القومي قضيتهما بأن خللا ميكانيكيا غير مكتشف سبب انفجار خزان وقود الجناح المركزي، فألحق الضرر بمقدمة الطائرة فارتقى حطامها إلى الأعلى، ولكن المحققين المستقلين نقضوا هذا الادعاء. هل كانت شعلة الضوء التي أبلغ عنها 96 من الشهود العيان 700 صاروخا فعلا، أم هي شيء آخر؟ هل التقط رادار وكالة الطيران الاتحادية صاروخا أم أنه كان نيزكا؟ هل وجدت بقايا متفجرات على متن الطائرة أم هل كان مجرد غراء؟ عند اختصار الأمر تظهر حقيقتان لا خلاف حولهما. حتى هذا اليوم لم يجد المحققون سبب اشتعال داخلي، ولم يحدث شيء من الوصف الرسمي للانفجار الذي أسقط الرحلة 800 لأي طائرة تجارية من قبل. هل يحتمل أن الرجل الأقرب للحدث الكارثي كان محقا منذ البداية؟ ما رأيته ينفجر في السماء كان عملية عسكرية حتما، فبصفتي محاربا قديما لدي خبرة كافية لمعرفة ما تبدو عليه. رأيت انفجارا ثم ثانيا وثالثا ورابعا، وذلك قبل الكتلة النارية والانفجار البتروكيميائي. كانت الكتلة النارية نتيجة انفجارات سابقة ولم تكن الحدث المسبب. كان الحدث المسبب هو انفجارا عالي السرعة، أي أمرا عسكريا. ولكن مصدر التصادم عالي السرعة يظل غامضا، هل يحتمل أن يكون صاروخا إرهابيا؟ أم هو نيزك مسبب لنفس الأثر الخارجي لصاروخ؟ أم أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية فقدت السيطرة على أحد صواريخها الاختبارية محولة تمرينا إلى كارثة؟ أم هل يكون خللا ميكانيكيا رغم كل شيء؟ الحقيقة القاسية والمحزنة أنه لا أحد يعرف فعلا ما حدث للرحلة TWA-800.